يلا بقى يا أنيسة، لحسن حنتأخروا على عيلتك اللي تشوفيه يا أختي. يلا الله، وإحنا لحقنا نقعدوا؟ يعني مش عارف ليه عديلة كل ما تلاقي القعدة حلوت تسوق في الرزالة وتعاملة هه وتنكد علينا. يعني نسيبوا العيال ينفلقوا؟ يلا بقى للليل يليل علينا. هات المنديل. منديل ده انا ما صدقت اخدته. اتفضل يا قمر. ان شاء الله دايما يا سمحاب. هات بقى اديني المنديل بتاعي. هو في ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ وهو ده برضه ذوق؟ ما تخليك انت في اللي معاكي. جرايه بتمديدك عليا ليه؟ خضتني يا اخوي. الله، في ايه بس يا جماعه؟ قول لصاحبك يديني المنديل بتاعي، خده مني غصب عني. اديها المنديل بتاعها يا عبد. لا معلش، انا عايز نخليه معايا. ما بلاش منهدى ووجع قلب وتديني المنديل بقى. ايوه عليك يا جدع، اديها المنديل خلينا نخلص. ايوه، هو انا كنت هناخد المنديل بصحيح؟ انا كنت بنهزره معاكي، كنت خايف لو كنت سحرتيلي على المنديل فقلت ناخده عشان لو طلع عليه عمل يفكوه. واني هنعمل لك عمل ليه؟ واني وحشه؟ طب ده اني الف راجل يتمنى نبصله. هات بقى المنديل بلاش مسخره. هذا المنديل اللي انت عامله عليه الهوسه دي كلها وعليه ها ولا ها ولا ها على اقل من ميه. هاتي ايدك يا عزيز، تعالي يا خد يا اسطى. ما تتاخروش علينا، تسوق بيهم واحده واحده. واحده واحده، مع الف سلامه. مع الف سلامه. عامله مقموصه بنت اللعيمه بس ايه قوي. انت يا اخي مش هتبطل الخصله المنيله اللي فيك دي، اي واحده تعرفها كده لازم تلهف منها حاجه. الله، امال الواحد يفتكرها بايه؟ ما هو لازم ناخده حاجه من ريحتها عشان بعد كده نرصصوا الحاجات جنب بعضيهم ونقعدوا نبص عليهم ونقولوا اني عرفت نسوان قد الحاجات دي، وهي دي الرزاله اللي على حق. يا جمال يا اخويا، بس الحاجات دي تكون بالرضا باللطافه مش بالنصب لا مؤاخذه. امال بنت اللئيمه عامله نفسها بتحبني؟ يا اخي النسوان دول صحيح يحب ياخدوا وما يدوش، طماعين ورزلة، بس انا اموت في الرزالة الحريبي ولا ايه؟ ها؟ يا الله سبحانه وتعالى. ايه وانت لها هوسة اللي عملتيها واحنا نازلين دي؟ فضحتينا. وكل ده على ايه؟ حتة منديل. امال كنت عايزة ان احنا نسيبهوله؟ الراجل يا اختي كان عايزه منك تذكار. هني بقى ما بنخافوش غير من الحاجات دي. وايه يا اختي اللي يخوف في الحاجات دي؟ هياخد المنديل وبعد كده يروح يقعد مع اصحابه يعمل فيها نسوانجي ويقول ان هو كان مصاحبني وبيامرت ايه بقى مرت المنديل، وبعد كده بقى محدش يضمن ايه اللي يحصل. يعني ايه يا اختي اللي هيحصل؟ مش يمكن حد من اصحابه دولي يكون يعرف حد من اخواتي، ولا حتى يقول لحد تاني، والتاني ده يقول للتاني لحد ما الكلام يوصل. صح يا بنت، اتى بيكي نصحه ووعي، واني اللي كنت فاكراكي خمر. عندك حق، اليام امنة للرجال يام امنة للمية في الغربان. قطيعة قطيعة تقطعهم كلهم. خلاص يا عم، ما عادوش يهوبوا تاني النواحيدي. اهو جه كح العين العيان عماها. تعملت ايه يا جدع؟ انت مش زعلان ومتضايق من دخول وخروج محمد خفاجي؟ انا عملت كده. يا نهارك اسود يا عرابي، انت قفلت باب الرزق اللي معيشنا وفتحت باب رزق تاني. يلا بقى خلينا نشتغل الشغل اللي على اصوله. يا جدع يا جدع، ما احنا مرتاحين من الخان الا دي حاجه تخمه. انت مش شايف ان الراحه طولت؟ خلينا نرجع ونشتغلوا بقى، الايد البطاله ناقصه. قول لي بس يا عرابي، قطعت عيشنا ازاي اللي انا نفسي طابق عليا من ساعه ما قلت كده؟ قول له اخويا، قول له احسن راح يموت ما دا القرش ابوه. ابدا، زنيت على دماغ عبد الرازق ومليت ودانه من ناحيه الحرمه. يا اخي قول كده، سيبت ركبي. انا قلت ده احنا هنشحته جنب سيدي عماد.
خصوصا ان الرجل خفت عن المطرح بسبب سي محمد خفاجه ده. لا وانت الساده يا اخويا بسبب مراتك اللي عايزه تعمل مقام للمطرح وما تدخلش فيه غير اللي زي محمد خفاجه. قطع وقطعت سيرته.